نشكر كل متابعين القناة وللمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإنذار. وإلى التفاصيل، أعلنت شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عن تخفيض في تسعيرات البترول والديزل بفارق 1000 ريال عن التسعيرة السابقة. قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن جماعته نفذت ضربة تحذيرية وصفتها بالبسيطة بهدف منع سفينة نفطية كانت تحاول ما سماه بنهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت بعد مخالفتها للقرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية. وأضاف بأن هذه الرسالة التحذيرية أتت منعنا لاستمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له، وأكد لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني، مشيرا إلى قدرة جماعته على شن المزيد من العمليات التحذيرية لحماية ثروات اليمن من العبث والنهب. خرجت محطة كهرباء مأرب الغازية مساء اليوم الجمعة عن الخدمة بسبب خلل فني، حيث إن الكهرباء منقطعة عن مدينة مأرب منذ 4 ساعات، والفرق الفنية والهندسية تعمل جاهدة لإصلاح الخلل. وأكدت مصادر محلية أن سائقي قاطرات نقل الغاز نفذوا إضراباً عن العمل في طريق صحراء الجوف احتجاجاً على جبايات جديدة فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية. أكدت الحكومة اليمنية أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وتصعيدها العسكري، وطالبت كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه.